لو أول مرة تشوفنا ياريت تشترك في القناة وتفعل جرس الإشعارات على الكل علشان يوصلك إشعارات بكل الدروس الجديدة بتاعتنا أول بأول. طبعا احنا بنشرح كل المناهج الجديدة الخاصة بالمرحلة الابتدائية والإعدادية والثانوية كمان إن شاء الله. عندنا زي ما احنا شايفين في الفيديوهات قوائم التشغيل، وطبعا لما تفتح القناة بتاعتنا هتلاقي قوائم التشغيل الخاصة بكل مرحلة متقسمة لوحدها، تقدر توصل لأي فيديو بسهولة. وما تنساش تتابعنا على صفحتنا والمجموعة بتاعتنا على الفيسبوك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم مستر حسام الصياد من قناة فلاش التعليمية افهم وتعلم ببساطة. ازيكم يا اصحابي؟ النهاردة بنكمل مع بعض شرح منهج كونكت برايمري 3 او الصف الثالث الابتدائي ترم 1 الترم الاول. ونهاردة هنبتدي نشرح يونت 2 او الوحدة التانية، What's the matter؟ What's the matter؟ ما الخطب؟ ايه الموضوع؟ وزي ما احنا متعودين يكون معانا الكتاب وقلم، ولو مش معانا الكتاب يكون معانا كشكول نكتب فيه ونذاكر منه. ويلا نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. زي ما قلنا What the matter يعني ما الأمر. وهنا بيزي بي بتقول لنا Look انظر at the picture على الصورة. Is that okay؟ هل الأب بخير؟ Is that okay؟ هل الأب بخير؟ Look انظر listen استمع and read واقرأ. فطبعا احنا هننظر مع بعض، هنعمل looking مع بعض، وبعدين انا هعمل reading انتوا هتسمعوا. وبعدين بعد ما اخلص الريدنج ده يا اصحابي عايزكم تعملوا بوز للفيديو او توقفوا الفيديو وتقروا البيج دي لوحدكم مرة كمان، وشوفوا هل يا ترى انتوا قادرين تقروها بشكل سليم ولا لا. فاول حاجة هنا بيقول لنا Dad, are you okay? Dad, are you okay? أبي هل أنت بخير؟ هنا صديقتنا بتقول لباباها كده، فهو بيرد عليها في نمبر 2 بيقول لها No, I feel sick. No, I feel sick. لا أنا حاسس أن أنا مريض. Sick يعني مريض. I feel يعني أنا أشعر sick بالمرض. ففي نمبر 3 صديقنا هنا بيقول له What is the matter? What is the matter؟ ما الأمر؟ إيه المشكلة يا أبي؟ فهو بيرد عليه في نمبر 4 وبيقول له I have a headache. I have a headache. أنا عندي صداع. ففي نمبر 5 صديقتنا بتقول له Can I get you anything؟ Can I get you anything؟ يعني هل يمكنني أن أحضر لك أي شيء؟ Can I get you anything؟ ممكن أجيب لك أي حاجة أنت عايزها؟ فهو بيقول لها في نمبر 6 Yes please. نعم لو سمحتي. A glass of water and my medicine. كوباية مية والدواء بتاعي. مرة تانية Yes please. A glass of water and my medicine. ففي نمبر 7 صديقنا بيرد عليه وبيقول له Sure يعني بالتأكيد، يعني هيروح يجيب له A glass of water والمديسن زي ما هو طلب من شوي. يبقى مرة تانية Dad, are you okay? No, I feel sick. What is the matter? I have a headache. Can I get you anything? Yes, please. A glass of water and my medicine. Sure. وفي البيج اللي بعد كده أصحابي بيقول لنا listening and reading. Listening يعني الاستماع and reading والقراءة. فبيزي بي بتقول لنا هنا listen استمع read and say. listen استمع اللي انا هقرأه دلوقتي، وبعدين انت هتعمل له reading لوحدك وهتقوله مرة تانية. فهنا في picture number 1 في الصورة رقم 1 صديقتنا هنا بتقول I have a headache. I have a headache يعني انا عندي صداع وماسكة راسها زي ما احنا شايفين في الصورة. في number 2 بيقول I have a cold. I have a cold. أنا عندي برد. وحاطط إيده على بقه وبيعطس. في number 3 بتقول I have a cough. I have a cough. أنا عندي سعال. عمالة تكح. cough يعني سعال يعني كحة. وفي number 4 I have a fever. I have a fever يعني أنا عندي حرارة، عندي حمى والعياذ بالله سخونية يعني. فمرة تانية I have a headache. I have a headache. I have a cold. I have a cold. I have a cough. I have a cough.
I have a fever. I have a fever. وفي الجزء ده يا أصحابي بيكلمنا عن الأورجنز أو الأعضاء بتاعة جسمنا، فبيكلمنا عن السكن بتاعنا أو الجلد بتاعنا، بيكلمنا عن الهارت أو القلب بتاعنا، بيكلمنا عن البونز أو العظام بتاعتنا، وبيكلمنا كمان عن الستومك أو المعدة بتاعتنا. وده جزء جميل جدا. هنا بيقول لنا listening and reading. listening الاستماع and reading والقراءة. انت هتسمعني مرة وانا بقرأ الكلام المكتوب هنا، وبعدين هتعمل له reading لوحدك علشان تقدر تقوله بعد كده وتقراه لوحدك. فهنا busy bee بتقول لنا listen استمع، read اقرأ، and say وقل. ففي picture number one او في الصورة رقم واحد، صديقنا هنا بيشاور على صدره او على قلبه يعني، وبيقول this is my heart. this is my heart هذا هو قلبي. it pumps. it pumps يعني انه يضخ blood الدم to my body. to my body للجسم بتاعي. يبقى مرة تانية this is my heart. it pumps blood to my body. this is my heart. it pumps blood to my body. طب في picture number two او في الصورة رقم اتنين، هو بيشاور على جلده وعلى وشه وبيقول this is my skin. this is my skin يعني هذا هو جلدي. it protects. it protects يعني انه يحمي. protects يعني يحمي. my body. my body جسمي. يبقى مرة تانية this is my skin هذا هو جلدي. it protects انه يحمي my body. my body يعني جسمي. this is my skin. it protects my body. وبيشاور على رجله وماسك رجله وبيقول this is my bone. this is my bone هذه عظامي. دي عظمة من العظام بتاع جسمي. it helps me move. it helps me move هي بتساعدني ان انا اتحرك. this is my bone دي العظمة بتاعتي من عظام جسمي يعني. it helps me move انها تساعدني على التحرك. this is my bone it helps me move. وفي picture number 4 بيشاور على بطنه وبيقول this is my stomach. this is my stomach هذه معدتي. it digests food. digests يعني بتهضم. food food الطعام. this is my stomach. it digests food. مرة كمان this is my stomach. it digests food. وهنا busy bee بتقول لنا ask and answer. ask اسأل and answer واجب. فجاب لنا اتنين من اصدقائنا بيسألوا بعض وبيجاوبوا على بعض. فصديقتنا هنا بتقول what does my stomach do. what does my stomach do ما الذي تفعله معدتي. بطني بتعمل ايه. المعدة بتاعتي بتعمل ايه. فهو بيرد عليها وبيقول لها it digests food. it digests food انها تهضم الطعام زي ما قلنا من شوية. وبكده نكون انهينا الجزء ده وانهينا معاه درس النهاردة. اتمنى ان انت تكون استفدت من الدرس. لو اعجبك الدرس اعمل لايك. اتمنى الاقي 1000 واحد استفادوا او 1000 لايك تحت الفيديو. ما تنسوش تتابعونا على صفحتنا على الفيسبوك والمجموعة بتاعتنا كمان، وانا سايب لكم اللينكس بتاعتها في الديسكريبشن او في الوصف اسفل الفيديو. في الختام استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.